يوسف، انت شايف انه مين انسب انه يلعب في الحارس مكان شناوي؟ جباسكي طبعا. جبستي جباسكي اللي هو اللي ابو جبل. ابو جبل هو جاب ابو جبل، هو جبسكي ايوه. بجد هو ليه كذا لقب؟ اه اوكي، يا بختك يا ابو جبل. طيب انت شايف ايه يا نور؟ هو طبعا ابو جبل، لان ما فيش في قائمه حراس المرمى اللي في المنتخب ما احسن حارسين في المنتخب هو الشناوي وابو جبل. لو جينا مثلا نحط صبحي او احمد الشناوي، هم خبره اقل شويه، فمش شايف اللي جبل قبل كده لعب قبل كده. لعب معانا ووصل للنهائي وعملنا شغل حلو، فواخد على اجواء البطوله يعني، والحماسه بتاعته انا بحبها قوي. انت عايزين بقى نرسم كده حاجه للتشكيل اللي جاي، كلكم تساعدوني. احنا جايبين وايت بورد كده للتشكيل القادم، ماشي؟ هنقول انه ده كده، ده خط، ده نص اسمه ايه، نص خط، نص الملعب. ده مثلا ايه، مصر، ودي كونغو الديمقراطيه. وخلي بالكم كونغو زينا بالظبط في انها اتأهلت بثلاث تعادلات. طيب شايف بقى انه هنا حارس المرمى ابو جبل. طيب مين يبقى جنبه هنا؟ كلكم فتوح. فتوح شايف؟ فتوح يمين ولا شمال؟ لا شمال. فتوح ماشي، وقدامه جنبه يبقى ياسر ابراهيم وعبد المنعم. هيبقى في تفاهم معاهم، ياسر وابراهيم وعبد المنعم. طيب وانت كده شلت ياسر وحطيت حجازي؟ لا، شلنا حجازي حطينا بداله ياسر. العكس. طيب خلاص ماشي، يبقى كده معانا فتوح على الشمال. وقدام الناحيه الثانيه مثلا ممكن يكون محمد هاني. محمد هاني طيب اللي عندك ده في الدفاع. بعدين هنا مين هنا؟ خط الوسط. في الوسط ممكن حمدي فتحي معانا الاول. النني. حمدي فتحي. حمدي فتحي ممكن يبقى مثلا مروان عطيه. مروان كله شبكر فيه. طيب ده الهجوم بقى هنا، مصطفى محمد ايوه. مين تاني؟ مرموش وزيزو. وتريزيجيه بقى ينزل الشوط الثاني مكان مين؟ مكان مرموش. اوكي. وكهربا فين؟ كهربا الناس كلها عايزه كهربا. كهربا مكان زيزو. ممكن نبدله بزيزو. اوكي مكان كهربا. طيب ده شايفين ان هو ده الانسب، تمام خلاص، للتشكيل اللي جاي على الاقل للكونغو. طب انتوا دارسين الكونغو يعني؟ انتوا اللي شفتوها وهي بتلعب، ايه قوتها وضعف يعني، ايه نقاط الضعف اللي احنا ممكن نستغلها؟ هي بتلعب دفاعيه شويه اكتر. كونغو دفاعيه اكتر. هم كلهم دفاعيين اللي هم يعني الفرق الافريقيه، دفاعهم حلو يعني. احنا كونغو مثلا الكرات العرضيه او الكرات الثابته استغلناها كويس، هنقدر نجيب جوان. هو المشكله ان كل الافارقه طوال، فاحنا لما نيجي نستخدم كره عرضيه تلاقي لعيب بيطلع ما شاء الله، هو تحس انه هو لوحده مرمى. يعني بيسد كده، يسد الكوره. بتلعب باسلوب دفاعي كويس جدا. بتلعب اسلوب دفاعي كويس. طب انتوا ناخد اللحظة الحاسمة كده نشوف التوقعات، ماشي؟ الأول أنت شايف الفاينل ما بين مين ومين في البطولة؟ هو المغرب. المغرب؟ ممكن السنغال أو مصر إن شاء الله يعني. السنغال أو مصر، وشايف البطولة هتروح لمين؟ هو إن شاء الله مصر، بس بالورق وكده المغرب. بالورق أو بالقلم شايف إنه المغرب، بس طبعًا بمشاعرنا وإحساسنا مصر. أوكي، وإحنا كسبناهم الدورة اللي فاتت فعندنا أمل. طيب نور شايف الفاينل بين مين ومين؟ مصر والمغرب ان شاء الله. مصر والمغرب ان شاء الله، وطبعا اكيد النصر لمصر. النهائي مثلا يكون مصر والمغرب برضو. ومصر هي اللي هتكسب ان شاء الله. مصر هي اللي هتكسب. طيب ده مشوار البطوله اللي على الشاشه اهو معانا. انا طبعا الكعبله دي انا مش بفهمها خالص، بقعد افك الرموز. طيب احنا كده هنلاعب الكونغو، ولو كسبنا هنلاعب مين؟ غينيا الاستوائيه او غينيا. لا بغينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه او غينيا برضه. اوكي. طيب هو ماتش الكونغو ده احنا لازم نكسبه، لان انا لو خسرنا الماتش احنا خلاص طالعين بره البطوله. ايوه خلاص، اللي جاي ده اللي لاعب ده ما فيهوش هزار يعني، في ضربات ترجيحيه. انا بحب قوي يعني اجواء الترجيحيه دي. احنا السنه اللي فاتت احنا لو كسبنا الكونغو هنتاهل لربع النهائي. ان شاء الله بقى نكسب ربع النهائي ونتأهل للسيمي فاينل، نروح للفاينل وايه ونشوف بقى. طيب يوسف انت ايه رايك في فيتوريا؟
يعني تشكيلاته وخططه وتبديلاته وقراراته في الملعب وقراراته قبل الملعب، ايه رايك؟ روجي توري قراراته حلوه وكويسه وكل حاجه تمام، بس عنده شويه عيوب هو لازم يطورها مع نفسه. زي ايه؟ يعني مثلا الدفاع مش بيكمل قوي، الدماغ مش مركز قوي معاه، بس مركز في الهجوم والوسط اكتر. عكس اللي قبله صح؟ اعتقد كان كيروش. كيروش كان دفاعي فقط. فاكرا. طيب برضو يا يوسف، شايف انه تاثير عدم وجود صلاح الى اي مدى؟ شايف انه ايه؟ هو طبعا صلاح هو قائد منتخب مصر، فانت بتلعب من غير القائد بتاعك ولا اللي بيديلك، يعني صلاح كان بيدي معنويات للعيبه، دلوقتي صلاح مش معاك، فانت متحمل المسؤوليه ان اي غلطه هتكون منك برضو. المره دي بقى خلاص بقى احنا المفروض انت بقى تتحمل المسؤوليه، وجات لك انك انت فرصه تورينا ادائك في الملعب. طب نور، ادائك رايك قصدي في اداء فيتوريا؟ هو يركز بس في الدفاع، ده اللي انا عايزه يركز فيه. روي فيتوريا سايب الدفاع ومركز مع الهجوم وخط الوسط وبس. أوكي. مش مركز مع الدفاع خالص، سايب الدفاع يعمل اللي هو عايزه، حتى من الماتش للتاني لما بيلاقي ان في مساحات ما بيعرفش يعالجها قوي، فاحنا محتاجين ان فيتوريا يعالج الدفاع ما يبقاش فيه مساحات. أوكي. والتمركز الدفاعي. طب شايف تأثير صلاح ايه مداه؟ وصلاح طبعا يعني ربنا يشفيه، بس دي حاجه وحشه ان هو ما يبقاش موجود معانا في الماتش، هو الكابتن وماسك اشاره الكابتن، وهو اللي بيدي اللعيبه حماس، وهو اللي بيخليهم يعرفوا يلعبوا، هو اللي بيعلمهم التكنيك اللي يعرفوا يلعبوا بيه. صلاح بيديهم روح ان هم ايه يلعبوا ويكسبوا اوكي. محمود شايف رايك بقى في اداء نفس الموضوع، هو فيتوريا حلو قوي في الهجوم والدفاع، هجوم الوسط، بس الدفاع مش احسن حاجه، بيسيب مساحات كتيره جدا، فمحتاج يقفل على الموضوع شويه. يعني احنا كلنا متفقين وانا معاكم طبعا عشان انا واحده بفهم في الكوره، الدفاع مشكلتنا في الدفاع، لكن هو قوى شويه الهجوم والنص. نص. طيب حاليا النص في مشكله برضو شويه، بس يعني ان شاء الله هيعالجها. طيب وانت شايف مدى تاثير صلاح في الملعب عدم وجوده؟ يعني لحد الفاينل هو المفروض مش هرجع غير قبل الفاينل، بس ان شاء الله يعني نكون قد مسؤولية يعني انت عايزه يرجع ان شاء الله.